تحية طيبة مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم إلى حصة الصحافة لهذا اليوم الأحد، ونبدأ هذه الجولة التي نستعرض فيها أبرز عناوين بعض الصحف في المنطقة المغاربية، بداية من الجزائر وصحيفة أخبار الوطن. لماذا يجب الحذر من قارورة المياه المستعملة؟ تتساءل الصحيفة وتجيب بأن الرسكلة تدعم الاقتصاد وتقلل من تفشي الأمراض. في عنوانها البارز صحيفة أخبار الوطن خصصته للشأن الفلسطيني وعنونت جدار المقاومة يكسر شوكة الاحتلال. الخسائر التي تكبدها الاحتلال في غزة يريد أن يعوضها بمنجزات عسكرية في لبنان. وبالعودة إلى الخبر المحلي في الجزائر، وفاة 20 شخصا وإصابة 471 آخرين في ظرف 48 ساعة، وحجز كمية من الكوكايين وأكثر من مليار سنتيم، وذلك في ولاية بومرداس. بينما في ولاية لمسيلة إيداع قابض بريد سابق وساعي بريد الحبس بتهمة الاختلاس. رياضيا، الخضر يكسبون الرهان، وبيتكوفيتش الناخب الوطني مطالب بتجديد الدماء. الأسماء الشابة استطاعت صنع الحدث في مواجهة الطوغو وتغلبت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد قبل وبعدما كان المنتخب الجزائري منهزما بهدف دون رد. ولمسة بيتكوفيتش بدأت تظهر، وتأخرنا في ضخ دماء جديدة في المنتخب وفق ما قال رضا عباس. إلى صحيفة الحوار، هذا جديد توطين مليوني وحدة سكنية وفق ما قال بن العريبي الذي أمر بانطلاق في أشغال مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية 2025. عربيا، إجلاء 306 رعاية جزائريين من لبنان. وكذلك في نفس الصحيفة محليا، وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2025 تعنون الحوار، هذه أبرز تدابير مشروع قانون المالية 2025، ركز على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية، منح قروض استهلاكية لاقتناء السلع والخدمات، وقرابة 73 مليار دولار في احتياط الصرف نهاية 2025، وضخ 60 ألف مليار سنتيم في كتلة الأجور. من صحيفة الحوار إلى صحيفة الخبر التي هي أيضا اهتمت بالشأن الاقتصادي وعنونت زيادة الأجور واستمرار استيراد السيارات، أهم التدابير الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2025، إعفاءات ضريبية ومراجعة الأنظمة التعويضية. لكن مشروع قانون المالية المطروح لعام 2025 لقي انتقادات كثيرة من طرف العديد من الخبراء والاقتصاديين. وفي الاقتصاد دائما احتياط الصرف يصل 73 مليار دولار في الجزائر، ووكالة ترقية الاستثمار تسجل حوالي 10,000 مشروع حتى سبتمبر، 50% من المشاريع قيد الإنجاز. ومن صحيفة الخبر إلى صحيفة المسار العرب، ربط الجنوب بالشبكة الوطنية للكهرباء، الانتهاء من أشغال الشطر الأول في 2028، وحرب الطرق مستمرة في الجزائر، حوادث المرور وفاة 20 شخصا خلال يومين فقط، وإصابة 471 آخرين، فقد توفي 20 شخصا وأصيب 471 آخرون بجروح إثر وقوع العديد من حوادث المرور عبر مناطق متفرقة من الوطن في ظرف 48 ساعة، حسب حصيلة أوردتها أمس السبت مصالح الحماية المدنية. عربيا، شمال غزة يباد قتل وانقطاع للمساعدات مع كارثة صحية. إلى صحيفة المشوار السياسي، شبكة تهريب المعادن النفيسة في قبضة الأمن تعد من أخطر الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وبيع فاكهة التفاح مباشرة لتجار التجزئة، الحكومة الجزائرية تكسر سلسلة المتدخلين في الأسواق، إجراءات متتالية لوقف لهيب الأسعار وقطع الطريق على المضاربين، وإرسال فريق أو فرق طبية أسبوعيا إلى الجنوب. كذلك في نفس الصحيفة، وزارة العدل تطلق مسابقة توظيف للالتحاق بمهنة الترجمان الرسمي.
ختاما في الجزائر من الصحف الجزائرية من صحيفة الوسط، تفكيك شبكة إجرامية وحجز كمية من الكوكايين وذلك في ولاية بومرداس، ونحو رفع الضريبة إلى 10%، سيف الحجاج لردع أصحاب السكنات الشاغرة، لجان تحقيق ميدانية للوقوف على التجاوزات وكشف التلاعبات، وانطلاق السنة الدراسية الجديدة للتعليم القرآني أشرف عليه وزير القطاع، وانتهاء التسجيلات الخاصة اليوم، مسابقة للتوظيف بقطاع التربية، وتساؤلات وعلامة استفهام رياضيا، استمرار غياب بصمة محرز في الخضر المنتخب الوطني الجزائري. نتابع مشاهدينا الأفاضل جانبا مما قاله الحفناوي ممثل عبد المجيد تبون في حملة الرئاسيات الذي حل ضيفا في حصة العمق. قضية الحوار، ربما نحن في حاجة إلى حوار بناء وعميق، حوار لكل القضايا، حوار لحل المشاكل، ولكن ليس بطريقة حوار ويحيى وحوار مجموعات فساد التي كانت ربما تلجأ إلى هذه الحيلة أو إلى هذه الفكرة من أجل ذر الرماد في العيون، ولكننا في حاجة إلى مائدة مستديرة لنجلس مع بعض ونفتح جميع القضايا بما فيها قضايا انتهاك الحريات، بما فيها قضايا المعتقلين، بما فيها قضايا الأزمة الأمنية السابقة، بما فيها قضية العشرية السوداء، بما فيها قضايا الفساد، ربما كل ما يمس بحياة الجزائريين وكل. لكن خلينا في الحوار الإعلامي يعني كملاحظة بالجزائر. نعم الحوار الإعلامي، خلينا من الحوار الآخر أنا جاي لي، لكن أنت إعلامي يعني شكل الحوار مثل ما شفته، هل هذا ما كنت تنتظره كمقدمة لعهدة لخمس سنين جاية يعني؟ لا والله، بالنسبة لقضية الحوار ربما أن الذين يختارون الصحفيين ويختارون الأسئلة ما زالوا ربما في العهد البائد أو العهد القديم، لأننا رانا في مرحلة جديدة، مرحلة نستطيع أن نقول أنها مرحلة حاسمة في تاريخ الجزائر بعد انتخابات رئاسية قيل عنها الكثير وقيل فيها ما قيل، ولكن كان من المفروض أن يكون الحوار أكثر جرأة وأن تكون الأسئلة ربما أسئلة بين قوسين غير مقيدة، وغير وربما هذه الأسئلة من المفروض أنها تمس بحياة المواطنين اليومية وكذلك تمس بقضايا أمنية وقضايا سياسية وقضايا اقتصادية وقضايا اجتماعية وكل ما يهم الجزائر. ونتابع أيضا ما قالته سهام بادي وزيرة تونسية سابقة وناشطة سياسية حول فوز قيس أسعيد بالعهدة الثانية في تونس. بالطبع يعني هذه الانتخابات تستوقفنا لأسباب عدة، أولا أنه النتيجة لم تكن مفاجأة، فإنه قيس سعيد الذي رتب لأن يمر بالقوة منذ البداية استعد بكل الوسائل والطرق القانونية والغير القانونية لذلك، يعني منذ أن بدأ بوضع رؤساء الأحزاب السياسيين ونشطاء السياسيين والإعلاميين الأحرار والمدمرين الناس هذوما الكل داخل السجن، بدأ في البداية بالمحاكم العسكرية ثم وضعهم في السجن يعني بدون حتى ملفات تذكر أو ملفات يعني حقيقية، ولم يقع حتى تمكينهم من محاكمة عادلة ومن مثولهم أمام القضاء قبل أن تنقضي مدة الإيقاف القانوني. ثم بعد ذلك بالطبع كانت له هيئة انتخابات منذ البداية، نذكر أنها منصبة من طرف قيس سعيد وليست منتخبة، وبالتالي بطبيعة الحال جاء بمن لا يمكن أبدا أن يلوي العصا في يده مثل ما نقول. ثم ما فعله في القضاء وما فعله في مرحلة متأخرة بالمحكمة الإدارية وضرب عرض الحائط كل قراراتها التي كانت تعتبر نهائية وباتة،
ثم إقصاء كل المنافسين الجديين وتمكين منافس واحد يمكن أنه يكون منافس حقيقي، ومنعه من أنه يعمل حملته الانتخابية لأنه كان وراء القضبان. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم بحملة انتخابية حقيقية، خاصة وأنه غير معروف لدى العامة، وبالتالي كل شيء كان يسير نحو هذه النتائج يعني التي أرادها أن تكون نتائج طيب. تليق بدكتاتور وتليق بمن أراد أن يكون حكما مفردا، أن يكون يعني حكم الواحد. أما الآن مشاهدينا الأفاضل فنستعرض معكم أبرز ما تناولته بعض الصحف المغاربية. تحية طيبة، عرض موجز لأبرز عناوين بعض الصحف المغاربية، بداية من ليبيا وصحيفة الوسط. شبح السودان يلاحق مهمة الاتحاد الأفريقي في ليبيا، ومنظمة العفو الدولية تطالب القيادة العامة الليبية بكشف مصير البرغي ورفاقه، والحكم المحلي تدعم مشروعات الصيد والمزارع السمكية في البلديات. عقيل صالح في واشنطن وإحاطة ستيفاني خوري الثالثة. فزعة المركز تحفز الأطراف على تحريك العملية السياسية. أعضاء بمجلس الأمن الليبيون يريدون حكومة موحدة تنتجها العملية الانتخابية، ومخاوف من استمرار السلطة التنفيذية المزدوجة ووضع الدولة الهش. وكذلك في نفس الصحيفة، ملف المصالحة محور مشاورات المنفي واللافي مع وفد الاتحاد الأفريقي في العاصمة الليبية طرابلس. إلى صحيفة المرصد، من الطبيعي رؤية البنوك الأجنبية تفرض شروطا بسبب إجراءات الرئاسة غير المدروسة، وفق ما قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي. والنويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب يقول: نستغرب تدخل السفارة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين. وتنتوش وبرانت يشددان على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لضمان إنفاق إرادة ليبيا لصالح جميع الليبيين. ومفتي المؤتمر العام المعزول من البرلمان الغرياني يهاجم رئيس وأعضاء البرلمان، حيث قال لهم: أنتم تعتدون على حدود الله. وإلى موريتانيا وصحيفة الأخبار، وفد أفريقي برئاسة الغزواني يلتقي المجلس الرئاسي الليبي، حيث قال المكتب الرئاسي الليبي في إيجاز صادر عنها بأن الاجتماع يشكل استمراراً لالتزام الاتحاد الأفريقي بمسار المصالحة الوطنية وبوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها في مواجهة التدخلات الخارجية. وأضاف المجلس أن الرئيس ولد الغزواني ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وممثل رئيس الكونغو برازافيل وزير خارجية جان كلود أكدوا خلال كلماتهم أن الاجتماع جاء تجسيداً لقرار الاتحاد الأفريقي في دورته المنعقدة في فبراير 2024 ولنداء برازافيل الصادر عن قمة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا. ووقفة تضامنية في نواكشوط لإحياء طوفان الأقصى بمدينة نواديبو. كذلك محليا في نفس الصحيفة، رئيس تواصل يدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطنين. إلى تونس وصحيفة الشروق، معاناة النقل كارثية، متساكن حي التضامن معاقبون، و800 شخص متورطون في قضية التسفير، انطلاق أولى المحاكمات في غياب المتهمين. وفي سليانة، صدور أحكام ابتدائية بسجن العياش زمال ومن معه لمدة 5 سنوات و8 أشهر. رياضيا، المنتخب التونسي سقط أمام جزر القمر، المنتخب ضائع. وإلى صحيفة الصحافة اليوم، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، رئيس الجمهورية قيس سعيد تلقى التهاني من رؤساء العديد من الدول. وبعد انقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، الإعلان عن النتائج النهائية والرسمية بفوز قيس سعيد. والنائب عز الدين التايب يقول للصحافة اليوم: مجلس نواب الشعب يعد لجلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، وتوقعات بتسجيل صابة محترمة من زيت الزيتون وتراجع في الأسعار لهذا الموسم. وفي تقييم مسار الانتخابات الرئاسية 2024، الأقل كلفة والأكثر إثارة للجدل. ختاما من المغرب وصحيفة الصباح، الضرائب تنقب تحت زليج الأثرياء،
لائحة أولية تستهدف 2500 من مكدسي الثروة من الموظفين وأصحاب المهن الحرة وأقاربهم. العملية تهدف إلى تعزيز الموارد الضريبية ومحاربة التملص والتهريب الضريبي. سياسياً، انقلاب يعصف بالنعم ميار رئيس مجلس المستشارين الذي خلفه زميله في نفس الحزب، تلقى ضربة موجعة من مقربيه بالاستقلال ووند الرشيد، خلف النعم الميار في مجلس المستشارين للولاية المتبقية. و17% من المغاربة مرضى نفسياً. 11 مستشفى متخصصاً قدمت العلاج لأزيد من 250 ألفاً في سنة واحدة. إلى صحيفة الأخبار، الإطاحة بالنعم ميار من رئاسة مجلس المستشارين، صراعات بالفرق البرلمانية حول المناصب بهياكل المجلس. وسلطات الرباط تتراجع عن ترحيل سكان دوار الحاجة، الكلفة الباهظة دفعت إلى تعويضه بمشروع تهيئة. في عنوانها البارز خصصته صحيفة الأخبار لأبطال خرجوا من مجازر اللحوم، الطاهر الجزار الصغير الذي تحول إلى برلماني كبير، والشاوي حارس المنتخب يجمع بين الكرة والجزارة، وحميد الزاهر جزار ومطرب حي الملاح بمدينة مراكش وغيره. والحكومة المغربية منزعجة من تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة. بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة هاجم الراشدي واتهمه بالمزايدة على الحكومة في محاربة الفساد وفق ما يقول. ختام هذا العرض الموجز لأبرز عناوين بعض الصحف المغاربية الصادرة هذا اليوم. نصل مشاهدينا الأفاضل إلى ختام هذه الحلقة من حصة الصحافة، أترككم مع هذه الرسومات التعبير، إلى اللقاء.